هقول لك بقى مين. سهر، زبدة الفول السوداني هي من الحاجات المفيدة جدا جدا. عارفة ان طعمها مش كل الناس بتستسيغه، فممكن نعمل ايه علشان نعرف ناكلها؟ انك انت تدهيني بيها التوست وتحطي عليه عسل ابيض، هيفرق في الطعم جدا وهيخليكي تحبيها. ممكن نعمل بيها ايه كمان؟ ممكن نعمل بيها حشوات في المعجنات برضو، مع اضافة مثلا رشة قرفة، نحط معاها معلقة سكر كده ونقلبها ونبتدي نحشي بيها معجنات، برضو هتدي نتيجة حلوة. انا اولادي بيحبوها قوي وبيستخدموها كتير قوي في موضوع السندوتشات، ويحطوا عليها عسل وياكلوها لانها هي فعلا مفيدة جدا.